قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الكلمات كان الله عز وجل قد اعطاهن لموسى عليه السلام، فكان يدعو بهن في كل يوم سبع مرات، فلا يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. اللهم انت خلقتني، وانت تهديني، وانت تطعمني، وانت تسقيني، وانت تميتني، وانت تحييني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد يموت الا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون نزع فوالله ان في القبور اناسا يودون ان يعودوا الى الدنيا ليقوموا ركعتين لله تعالى هما عندهم افضل من دنياكم كلها فما من قوم يجلسون مجلسا ولا يضطجعون مضطجعا فلم يذكروا الله عز وجل الا كان عليهم تره وحسره وندامه يوم القيامه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم